تعالوا نروح نشوف تقرير عن مؤتمر بطولة العالم للخماسي الحديث اللي بتستضيفها مصر إن شاء الله في الوقت الحالي. بعدها هنطلع لفاصل ونستقبل ضيفنا الكبير الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان لتحليل أداء حراس مرمى الدوري المصري. بالمناسبة كابتن طارق هيكون معنا كل أسبوع إن شاء الله عشان يحللنا حراس مرمى الدوري المصري، اسم كبير واسم رائع جدا مع الأهلي والمنتخبات الوطنية وكثير من الأندية المصرية. بعد هذا الفاصل والتقرير نواصل إن شاء الله. مبروك لمصر طبعا، بطولة جديدة بتضاف إلى رصيد مصر، بطولة عالم للكبار برضو. الناس لازم تعرف إن بطولات العالم أنواع، يعني كبار وناشئين وشباب. دي أكبر بطولة في الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بعد الدورة الأولمبية طبعا اللي بتقام كل 4 سنوات. دي بتقام لتاني مرة في قارة أفريقيا وتاني مرة في مصر الحقيقة. أقيمت قبل كده في 2017 في القاهرة، ودلوقتي 2022 في الإسكندرية. ده برضو بيبين قوة مصر، إن مش بس العاصمة اللي نقدر ننظم فيها بطولات عالم، إنما عندنا برضو مدن مصر رائعة وجميلة، والإمكانيات الحقيقة الإنفراستراكشر والفاسيلتيز موجودة في كل حتة في مصر. التست اللي هتتعمل للديسيبلين الجديد اللي هيبدا بعد 24 اللي هو اوبستكل راننج، هيتشال الفروسيه وهيبقى في حاجه اسمها اوبستكل راننج مكانه. لسه الاتحاد الدولي هيقرر في نوفمبر هيتلعب ازاي، انما في بعض التست ايفنتس تم اقرارها من الاتحاد الدولي. واحد الاولاني يتعمل في تركيا، الثاني هيتعمل في الفلبين، والثالث هيتعمل في ايطاليا السنه دي. فما فيش حاجه في مصر الحقيقه هتتعمل السنه دي، انما بعد اقراره في نوفمبر ان شاء الله هنبدا فورا في يعني تركيب كورس لي هنا في مصر خلاص في مقر هيئة استاد القاهرة عشان ولادنا يبدأوا يتمرنوا عليه من دلوقتي على طول. طبعا الحمد لله احنا محظوظين ان احنا عندنا نخبة من اقوى المدربين في الالعاب الفردية اللي هي بتكون في الاخر لعبة الخماسي. طبعا انا اكون محظوظ جدا لما اكون شغال وسط الناس دي، بيخلوا المهمة سهلة جدا. يعني مش عايز اقول انا اقلهم، يعني هم ناس في منتهى الروعة. الاستعدادات كانت كويسه جدا، اشتغلنا معسكرات داخليه، اشتغلنا معسكر في تركيا قبل نهائي كاس العالم، عملنا احتكاكات، مشارك معانا لعيبه السلاح، فعرف ان لعبه السلاح من اكتر لعب الاكثر قيمه. اللعيبه جاهزه بشكل كويس الحمد لله. احمد الجندي قدر كالعاده يعني يبهرنا بالتزامه وسرعه الاستشفاء اللي قدر يحققها ويرجع وينافس. نفس الكلام بقيه القوام بتاع الفريق اللي هيشارك في المنافسات الفردي، سواء كان مهند شعبان او احمد اشرف او محمد الجندي مفاجاه البطوله ان شاء الله، اخو احمد الجندي صغير، كلهم قادرين على المنافسه، قادرين على المنافسه على ميداليه فرق بشكل قوي. البنات نفس الكلام، سواء هايدي مرسي او اميره انديل او سلمى ايمن، فطبعا كلهم قادرين ان شاء الله زي ما قلت على منافسه بشكل قوي جدا. قوانين دلوقتي يعني بقت ماكسيمم زي 90 دقيقه زي ماتش كوره، فبقى بطل الخماسي الحديث بيلعب ال5 العاب بينافس فيهم خلال 90 دقيقه بالظبط. فلما حضرتك قلت دلوقتي على الفينيو للجامعه الامريكيه، هو يمكن الانسب بالنسبه للعيبه لقرب الملاعب من بعض على طول. يعني نفس الحاجه هنا في الاكاديميه البحريه الحقيقه، الدكتور اسماعيل عبد الغفار داعم اساسي للرياضه والرياضيين، ومن الشخصيات يعني اللي دايما بتسعى لان هو يبقى داعم للابطال وبيساعد، والله الموفق. الحمد لله امبارح احنا تحصلنا على اول ميداليه في البطوله، كان البدايه الحمد لله خير، الميداليه الفضه احمد حامد واسلام حامد. النهارده البنات ماشيين كويس الحمد لله، هايدي واميره انديل واخدين اول سلاح، وان شاء الله البقيه تاتي. ومع نهايه البطوله ان شاء الله لينا لقاء تاني عشان نقول بقى ان الاتحاد المصري الخماسي الحديث اون تراك. سعيد لإقامة البطولة في الأكاديمية العربية، والمؤتمر الصحفي أو إشارة البدء للبطولة دي هو كان سعيد بتواجده مع العديد من الأشخاص أو الحضور اللي تكلموا عن استضافة البطولة وإقامة البطولة في الإسكندرية. وبرضه هو عايز يبعت مسج أو رسالة للمجتمع المصري إن الاتحاد الدولي عنده ثقة كاملة في الاتحاد المصري للخماسي الحديث على استضافته لجميع البطولات، فبالتالي هو
برضو في بيأكد ان هو في البطولة الماضية في كأس العالم اللي أقيمت في القاهرة كان عرض فيلم ترويجي عن رياضة الخماسي الحديث والنظام الجديد اللي بيتلعب بيه، وبالتالي ان شاء الله هو بيتوقع ان البطولة تكون قوية جدا.